لأول مرة بده يكون عندنا قانون فلسطيني فيما يخص ضريبة القيمة المضافة. مثل ما قلت، هذا هو يعتبر حجر الأساس من أجل بناء منظومة قانونية حديثة متطورة تخدم الاقتصاد الفلسطيني. ما يميز هذا القانون وميزته الأولى والأساسية أنه حيكون فرض ضريبة القيمة المضافة. اليوم احنا نحكي عن عتبات تدريجية، ممكن بعض السلع أنه تكون 0 2% 3% 5%، وممكن أن توصل ل 16% حسب ما تحدده الحكومة. وهذا بيساعد المواطن الفلسطيني على بعض السلع الأساسية أن يكون في تحكم بأسعار السلع الأساسية، أنه تخفيضها وتخفيض الأعباء على المواطن الفلسطيني. في بعض القطاعات اللي تم دعمها اقتصاديا مثل قطاع التعليم، مثل قطاع السياحة، القطاع الزراعي، بإخضاعهم بالقانون شيء معفي وشيء بنسبة صفر. هذا القانون أعطى المجال وأتاحه لجميع القطاعات الاقتصادية والنشاطات والخدمات المقدمة داخل الاقتصاد الفلسطيني أنها تكون مشمولة في منظومة قانونية موحدة وعادلة وتخدم الاقتصاد الفلسطيني وتخفف الأعباء على المواطن، وفي نفس الوقت أنه زيادة ورفض الإيرادات من عدم الملتزمين بإخضاعهم لضريبة القيمة المضافة بأدوات قانونية محكومة ضمن القانون الفلسطيني. كم نسبة الزيادة في الإيرادات المتوقعة بعد عملية التطبيق الفعلية لهذا القانون؟ احنا بنتوقع خلال الأربع سنوات والخمس سنوات القادمة أنه تزيد الإيرادات بنسبة 46%، ولكن مش من تطبيق القانون، من الأدوات ومن تطبيق الاستراتيجية، والجزء الأساسي منها هي المنظومة القانونية. نتحدث هون أنه كل النشاطات الاقتصادية ستصبح مسجلة ضريبية. نعم نعم، جميع النشاطات ملزمة بالتسجيل، سواء كانت تخضع بنسبة صفر أو معفاة أو تخضع بالنسبة السارية أو بأي نسبة يحددها مجلس الوزراء. هذا هو ما يتيح القانون، أنه تسجيل الجميع ضريبيا لدى الدوائر الضريبية. كيف رح تسجل الجميع؟ تسجيل الجميع بالأدوات هو بفرض عملية التسجيل على جميع النشاطات بربط الأنظمة ما بين الوزارات المعنية والوزارات المتعاونة جميعها مع بعضها البعض، حتى يتم يكون هنالك في سجل موحد لدافع الضرائب الفلسطيني، سواء يخضع أو لا يخضع، سواء توجب عليه دفع الضريبة أو لا، لأنه في النهاية الضريبة هي عدالة. ذكرت في حوار سابق مع الاقتصادي بأنه موضوع المهن كالأطباء مثلا سيصبح هناك تعامل مختلف بهذا الخصوص، القانون عن ماذا ينص؟ القانون إذا بدنا نحكي عن المهن بشكل عام أو عن الأطباء بشكل خاص، هو شمل جميع المهن الحرة، سواء محامي، مهندس، طبيب، محاسب، الجميع يخضع لضريبة القيمة المضافة. ولكن إذا بدنا نحكي عن القطاع الطبي بشكل خصوصي كأطباء، إحنا التوجه في هذا القانون أنه الطبيب الملتزم بالكشفية المسعرة والمحددة من وزارة الصحة والمعتمدة داخل العيادة المرخصة لا يتوجب على المريض دفع ضريبة القيمة المضافة، لأنه في النهاية مش الطبيب بيدفع ضريبة القيمة المضافة، اللي بيدفع ضريبة القيمة المضافة هو المواطن. فاللي بنتأمله من الجميع أنه هذه تم إعفائها بشكل كامل من دفع ضريبة القيمة المضافة، هذه التسعيرة، فياريت أن يتم إعادة النظر بعد ما يتم تطبيق هذا القانون في التسعيرة اللي اليوم موجودة. ولكن من يخالف التسعيرة المقررة من وزارة الصحة واللي متفق عليها فيتوجب عليه دفع ضريبة القيمة المضافة على كامل مبلغ الكشفية بشكل كامل، لأن هناك بيكون في مخالفة للقوانين والأنظمة المعمولة واللي بتحدد وبتنظم عملهم كأطباء. فمن يخالف سيتم دفع المبالغ كاملة تتأتى عليه، لأنه هنا بيكون في عملية مخالفة قانونية في حق المواطن الفلسطيني. متى سيصبح هذا القانون ساريا؟ احنا بنتأمل ان شاء الله انه يتم المصادقة عليه في مجلس الوزراء في اقرب وقت ممكن، وعملية السريان هي بحاجة الى فترة تجريبية او فترة انتقالية ما بين ما هو مطبق حاليا وهذا القانون، وانا في اعتقادي مش هتكون اكثر من 6 شهور حتى يتم نفاذه وتطبيقه على ارض الواقع.